عليك مصاحب الفضيلة. إنسان يقول أنا موظف على قسم النساء في إنهاء معاملاتهن، وأغلب النساء أدمن الله يقلن أكفهن، فيصعب علي مناصحة كل واحدة منهن، فما هو الواجب تجاهي فما هو الواجب علي تجاههن؟ الواجب عليك أنك تنتقل من هذا العمل إلى عمل آخر، هذا الواجب عليك. والواجب على المسؤولين أن يجعلوا امرأة تستقبل النساء، والنساء اليوم المتعلمات كثيرات ويشكون من العطالة، فيوظفون نساء لاستقبال النساء بدل الرجال. نعم.